احنا واشكالتنا الشعراء ما يعرفون شلون يكتبون. خلنا نكمل لك عزيزه قلبي حبيبي انتبهي. اي مفردات جايك انا جايك 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 وحده وحده. تعرف المشكله وين؟ المشكله بالشعراء اللي هو يخبط بمفرداته من يكتب للحسين ويكتب لصاحبته ويكتب للوطن ويكتب لعدوه بذات المفردات وذات الاسلوب وذات اللغه. يا اخي انت غبي البعيد، انا مو مثلك غبي، ما يصير. لازم منك تكتب عن الحسين بلغه خاصه، ومن نكتب عن السارق واللص والقاتل بلغه خاصه، ومن نكتب عن امه بلغه خاصه، ومن نكتب عن صديق بلغه خاصه، ومن نكتب عن حبيبته بلغه خاصه. هذا خبط، تدري وين الخبط والناس ما عرفت الحقيقه؟ من سوء كتابه بعض الشعراء اللي ما يعرف شلون يكتب. ما يعرف شلون يكتب، انا شو اسوي له؟ انت هذا البعيد اللي ما تعرف تكتب وهمت الشارع. وهمت الشارع ما خليته يعرف الكتابه الحقيقيه شلون تكون.